اهلا بحضراتكم من جديد ومن جد كمان التحيه لحضراتكم. معانا دلوقتي صوت اصيل من اصوات مصر، بيتميز بالروعه والجمال وبيدخل الفرحه والسعاده على كل من يستمع اليه. شارك في العديد من المسابقات الكبرى وحصد العديد كمان من الجوائز والتكريمات. خلوني ارحب بضيفتي المنشده بسمه عبد القادر. اهلا بيك يا بسمه. اهلا وسهلا، منورانا في مدد. يا رب يخليك، والله نور نورك. ربنا يخليك. قولي لي بقى بسمه، يعني ايه اللي خلاكي، يعني بدايه انت مطربة اساسا، ايه اللي خلاكي تتجهي لمجال نشاط؟ والله انا يعني بحب اسمع من زمان نصر الدين طوبار ونقشبندي، فدايما كانت وداني كده وبتميل ان انا يعني بحب الانشاد الديني والرضا والنور والقلب يعشق. دي بقى الاغاني الدينيه يعني. حاجات الشيخ الكحلاوي والحاجات دي كلها. اللي حطيني بقى على الطريق ده هو كان ربنا يرحمه ويغفر له استاذ احمد عبد الله، هو محفز ومدرب فرقه الانشاد الديني. فين بقى؟ في الاوبرا. في الاوبرا. بس فطبعا انا يعني هي كانت بدايه بقى الانطلاقه ومعرفتي بيه ان هو يعني حاطيني على الطريق ده. قال لي عندك يعني الحمد لله امكانيات ومساحه صوتيه. لا هو اللي ندهلك ولا انت قلت له انا عايزه اتجه لمجال الانشاد؟ والله انا كنت بسمع وبشوف وبروح وبحضر فرقه الانشاد الديني وبشوف الحفلات. لقيت نفسي انا دخلت في السكه دي، ربنا حاطيني فيها. ودخلت فرقه الانشاد الديني بتاعت الاوبرا. الحمد لله. الحمد لله ربنا يسر. دي من اهم فرق الانشاد على مستوى الوطن العربي كله، وده من حسن من حظي. اكبر فرقه. طبعا ده من حسن حظي. لان يعني دي علامه، ودي فرقه قوميه، دي وفرقه بتاعت الدوله، وعلى مستوى مش الوطن العربي، على مستوى العالم كله. دي حقيقه فعلا، خدت جوائز كتير الفرقه دي. طب قولي انت يعني التميز بتاعك ايه بقى في الفرقه؟ هل كان ابتهالات ولا اغاني دينيه شعبيه ولا الاغاني الدينيه بتاعت المطربين نفسهم؟ اصل في كذا نوع وكذا شكل، فانت كان تخصصك ايه اساسا؟ لا انا كنت بغني من الحان استاذ احمد عبد الله، وبغني من اغاني التراث. ايوه، ما اغاني التراث زيت يعني مثلا ايه؟ لا قلنا مش شعبي يعني قلنا الشيخ محمد الكحلاوي ده رائد الاغنيه طبعًا. الدينيه الشعبيه طبعا طبعا. تمام. ام كلثوم غنت اغاني دينيه كتير، ليلى مراد نفس الشيء، نجاة. انا بميل للاغاني الدينيه اللي فيها يعني من ريحه الموسيقى العربيه، اللي هي مش شعبي وفي نفس الوقت حاجه يعني طربي في نفس الوقت، حاجه ترابيه. طب لو سمعنا منك حاجه بدايه ترابيه نسمع ايه؟ طبعا نبتدي ان شاء الله بالرضا والنور. الله، طب اتفضلي. الرضا والنور والصبايا الحور والهوى يدور، أنا للغريب أن يرحم يومه القريب، شاطئ الحياة حبيب الروح تائه مجروح، كله جروح لائذ بالباب، شوقه دعا والرضا رحاب يشمل العفاف، والمنى قطوف في السماء تطوف، انقر الدفوف انقر الدفوف. الله 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 الله، احسنتي احسنتي يا رب يخليك. قولي لي انت خدت كورسات كتيره بقى في الحاجات ديت ولا تدريبات كتيره؟ مش هقول كورسات، خدت تدريبات بروفات كتيره. والله انا مجال علمي بعيد والأوبرا كل طبعا اسستك مجال علمي كده. ده اكيد. انا مجال علمي معهد كمبيوتر، علوم كمبيوتر. علوم كمبيوتر. لكن يعني انا من حبي في الفن
وفي الموسيقى العربية وفي الطرب وفي فنميت نفسي الحقيقة. ابتديت بقى يعني دخلت بقى سولفيج ودرست قانون، بس الحقيقة يعني أنا درست كحبا في القانون، لكن ما جبتش قانون ومارست المهنة، لا، علشان أفهم المقامات الشرقية. ودرست طبعا مع أستاذ أحمد، هو اللي أسسني. هو اللي أسسك أكيد طبعا. طبعا يعني أنا عايزة، بس مش عايزة أنسى أن دكتورة منال عفيفي هي ليها دور ومؤسس في حياتي، وابتدينا مع بعض من 2010. فهي اللي كانت دايما يعني هي كمان لا، وهي ضربتني يعني، فتحت لي كمان صوتي وفهمتني كتير جدا جدا جدا. ورحله بقى يعني رحله كبيره بقى الحقيقه. الحمد لله الحمد لله. طيب قولي لي، يعني انت شايفه، مش هنقول بقى يعني مجال المراه في الانشاد هل كان دخول صعب ولا لا، لكن مجال المراه نفسها في الطرب هل هو صعب ولا لا؟ انا يعني ضد ان انا اشوف حد يقول المجال المراه في الانشاد صعب او في الطرب صعب، لا. ام كلثوم اللي انا فيها قدوه، مثل كبير، تمام، كوكب الشرق. فهي الفكره ان الموهبه هي اللي بتفرض شخصيتها وبتفرض سيطرتها وبتفرض نفسها على المتلقي. بس ما شاء الله عليك، الرضا والنور دي من القصائد الكبيره من الحان الموسيقار العظيم موجي طبعا. يعني حاجه عظمه. انت اكيد دربت عليها تدريب كتير ما شاء الله يعني. انا لسه كنت مشاركه الحقيقه بيها في حفل فرقه الانشاد الديني في معهد الموسيقى العربيه بالرضا والنور، وحاجه السيده ورده. وايه تاني الورده؟ حاجه جميله جدا الحقيقه، انا ما بسمعهاش كتير، فانا طلعتها من المكتبه الموسيقيه وبدات ان انا اشتغل عليها، وفعلا قلتها وعجبت الجمهور جدا جدا. يا ما شاء الله ما شاء الله. أغنية نبينا الكريم. نبينا الكريم لوردة. ما شاء الله. ودي لي بقى، هل في يعني حد مثلا، يعني انت بتقولي انا حبيت فن الانشاد وفن الابتهال، هل في حد من عيلتك كان في الانشاد في الابتهال، او مين من اسرتك شجعك لموضوع مجال الانشاد؟ والله هو الحقيقه ما حدش يعني من اسرتي او من عائلتي يعني عندهم ميول فنيه خالص، غير ان والدي الحقيقه هو سميع من زمان ما شاء الله. والدتي برضو، والدتي بتحب السيده ام كلثوم تماما ووردة، لكن والدي دايما كان بيميل بقى يعني لنصر الدين طوبار والنقشبندي. وبعدين احنا في كل بيت مصري اذاعه القران الكريم طبعا ما بيتقطعش، فبالتالي احنا متعودين، عارف لحضرتك احنا طول الوقت بنسمع، فده ربنا داخليا ورب السمع الجميل. ايوه طبعا، هتكلم معاك اكتر واكتر، بس احنا برضو عايزين برضو نسمع. احنا عندنا حاجات كتيره جدا انت محضراها يا جمال النبي كم ناشد المختار رب. وتحبي ايه؟ انا نفسي اقول منى عيني. قولي الحقيقه منى عيني دي انا بعتز بيها جدا. دي اغنيتك؟ هي اغنيتي ومن الحان استاذ احمد عبد الله، الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه. طب يا ريت نسمعها. اتفضلي. يا منى عيني سيدنا النبي رسول الله، يا ضياء عيني حبيبنا طبيبنا نبي الله، يا منى عيني يا منى عيني، انا يا نبي اهواك والقلب ما يسلاك، انا يا نبي اهواك والقلب ما يسلاك، يلي عليك العين سبحان من سواك، اهل الجمال حسدوك وبردهم حبوك، اهل الجمال حسدوك وبردهم حبوك، اهل الجمال حسدوك وبردهم حبوك، وش جاب ليك جاب يا ناس وازاي بيسووك يا ضياء عيني. احسنتي احسنتي. طيب انت ليكي حفلات كتيره برضو، كلميني برضو عن الحفلات اللي انت عملتيها، واخر حفله ليكي كانت ايه؟ انا ابتديت في البدايه كانت مع دكتوره منال عفيفي في فرقه الحان الشرق، وابتديت وانا كمان عندي فرقه خاصه بيا ما شاء الله، وشاركت فرقه بيها خاصه ليك انت؟ فرقتي انا شخصيا. وشاركت بيها يعني في مهرجانات، وشاركت بيها في اصول الثقافه،
والحمد لله ربنا وفقني. واخيرا طبعا كانت فرقه الانشاد الديني بمعهد الموسيقى العربيه، وان شاء الله في شاء الله. حفلات قادمه بامر الرحمن. في جوائز او تكريمات انت خدتيها قبل كده؟ والله انا كان من برلمان الاتحاد الدولي في السفاره انت الامريكيه. تتجوز التكريمات انت اهم حاجه بالنسبه لك، تعملي الحفله تبقي مبسوطه. الحمد لله ده حقيقي فعلا. انا ببص من الجانب المعنوي اكتر، يمكن ده بيغذي روحي وبيغذيني انا نفسيا وانسانيا، يعني الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. برضو الجوائز دي ليها قيمه عندي غاليه جدا الحقيقه. طيب انت خدتي سفيره لقب اسمه سفيره السلام، ايه قصته؟ سفيره السلام الدولي ده كانت من الاكاديميه العربيه للمثقفين. الحقيقه يعني انا ما اعرفش هو التكريم ده جالي ازاي. تحكي لنا برضو اللقب ده جه منين. هو جالي يعني لمشاركتي وللدور الوطني. انا كمان عامله اغاني وطنيه الحقيقه ما شاء الله. فجالي بقى لاني انا كنت مع كل حدث وطني، فكنت بنزل بعمل الحمد لله رب العالمين وكان بيحقق نجاح ما شاء الله. طيب نسمع منك ايه بقى، يا جمال النبي ولا كم نشد المختار ربه؟ نقول يا جمال النبي. يلا بينا اتفضل. يا جمال النبي يا حنان النبي، والله العظيم يا ناس ما لينا غير النبي، ما لينا غيره، هو ساكن في القلب جوا، ما لينا غيره، هو ساكن في القلب جوا، ده حبيبنا وروحنا هو، ده حبيبنا وروحنا هو، وطبيبنا سيدنا النبي. مالي يا طه مالي في الورى غيرك، مالي مالي يا طه مالي في الورى غيرك، مالي عليك صلى الباري، عليك صلى الباري يا معدن التهام. الله عليه افضل الصلاه والسلام. احسنتي. عليه الصلاه والسلام. احسنتي. طيب يعني هنتكلم برضو عن اعمالك برضو الجديده، بس هنخرج فاصل بسيط ونرجع تاني لمنشدتنا اللي منورانا النهارده بسمه عبد القادر. اهلا بحضراتكم من جديد، ورجعنا لكم تاني ومكملين ومنورانا كمان ضيفتنا بسمه عبد القادر. اهلا بيك يا بسمه. اهلا وسهلا. ومستمتعين كمان باغانيكي كمان الجميله. يعني والله انت بتقولي لي احنا يعني سمعنا اذاعه القران الكريم موجوده في كل بيت وكلنا بنسمع المبتهلين الكبار، مين بقى من المبتهلين الكبار اللي اثروا فيكي؟ نصر الدين طوبار، نقشبند. مدرسه كبيره. طبعا مدرسه كبيره، والواحد ما يملش من سماعه الحقيقه لحد وقتنا هذا، والاجيال الجديده نفسها بتتعلم منهم، هم الاساس. طبعا هم تراث. يلا طبعا. طيب يعني مين برضو من المنشدين طب اللي انت شايفاه في الوقت الحالي دوت، شايفاه يعني مدد من الرجال كمان، شايفاه يعني نقول امتداد للعظماء دول؟ والله انا ليا يعني الحقيقه اصدقاء كتير، وانا مش عايز ازعل حد. مش عايز اقول على حد. طبعا انا يعني بحب الشيخ محمود التهامي و وائل الفاشني. ما شاء الله. واصدقائي طبعا فرقه الانشاد الديني، مصطفى المجدي وابراهيم فاروق وحسام صقر وطه حسين. فانا ما بحبش ازعل حد مني، هم كلهم عظماء بالنسبه لي. ما فكرتيش تعملي دويتو معاهم؟ فكرت. طب ووصلت لايه؟ والحمد لله عملنا دويتوهات كتير. عملت إلهي. إلهي أنت الله، ده من ألحان زوجي الحقيقة دكتور وائل. وحققت نجاح، عملتها مع إبراهيم فاروق. ما شاء الله ما شاء الله. طيب قبل ما أتكلم معاكي بقى عن دور السوشيال، وطبعا انت حتى بتقولي انا خريج كمبيوتر يعني ساينس، يعني فاكيد انت فاهمه يعني ايه السوشيال. يعني انا فاهمه بس لا افقه. لا خلينا نخرج. طيب قبل ما نتكلم فيه عايزين نسمع حاجه برضو لام كلثوم. الله القلب يعشق. القلب يعشق. يلا. القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفتي يا ما شفت جمال يا عين، واللي صدق في الحب
قليل قليل واندمي دوم يوم ولا يومين ولا يومين واللي هويته اليوم دايم وصاله دوم واللي هويته اليوم دايم وصاله دوم لا يعتب اللي توب ولا في طبعه اللوم واحد ما فيش غيره ملا الوجود نوره دعاني لبيته لحد باب بالدمع ناجيته. الله الله. طيب احنا قبل ما تغنيها كنت بقول لك دور السوشيال ميديا بقى، يعني في منشدين ومنشدات كتيره جدا بيعملوا اغاني وينزلوها على السوشيال وبتنجح معاهم كتير وبيحققوا كمان نسب كبيره جدا، هل انت بتحبي الاتجاه دوت او معتمده في الفتره اللي جايه ان شاء الله على موضوع السوشيال؟ هو الاعتماد على السوشيال اصلا ده دور اساسي ومهم جدا، لان هو ده بيساهم على سرعه الانتشار ومعرفة الناس بيك كجمهور. نعم. انت بتملي قاعدة جماهيرية من خلال السوشيال ميديا، غير بقى بخلاف طبعا زمان الحفلات. انت ليكوا جمهور في الاوبرا، تمام، وفي حفل وفي فرقة الانشاد بتاعة الاوبرا، حتى تمام. فرقتك الخاصة ساعات بتطلبي مثلا في فرح مثلا في، لكن انا بتكلم على السوشيال نفسه. في ناس يقول لك مثلا انا او معامل انشودة ومغنيها في استوديو وبنزلها على السوشيال او مثلا بصورها او 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 في ناس حتى يقول لك ده، في ناس بتعمل دلوقتي يقول لك انزل المترو يوم مصور اغنيه وهو ماشي في الشارع يوم عامل انشو. انا دور السوشيال معاهم مأثر معاهم في حياتهم كتير، هل انت دور السوشيال مأثر معاكي برضو في حياتك برضو كتجربه او مثال لذلك؟ اكيد طبعا، يعني انا شايفه ان ده من الذكاء الاجتماعي. نعم. وانا لازم يعني اركب برضو الموجه يعني معاهم، بس انا ما بعرفش احترف الموضوع ده زيهم. آه. يعني وان انا اعمل لقطات بقى والكلام ده لا. آه. حقيقه انا بعمل الاغنيه عمل كامل متكامل. آه. لحن وجمله وكليب كامل وانزله والحمد لله وبيحقق نجاح كويس. انت في اعمال جديده مثلا نازله الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله؟ دلوقتي بنحقق بنعمل عمل حلو جدا باذن الله. يعني الحان دكتور وائل والكلمات الشافعي، وربنا ييسر ان شاء الله باذن الله. لسه بنوزع بقى الموضوع وبنحاول نظبطه. يعني في عقبات قابلتيها في حياتك؟ كتير. مين ما واجهش عقبات في حياته؟ اكيد واجهت عقبات في البدايه طبعا، في بدايه يعني في بدايه غناكي ولا في بدايه الانشاد؟ لا مش في الانشاد عموما، في بدايه 2010 فكره اني ازاي مطربه محجبه، ما فيش الكلام ده. ازاي مطربه يعني محجبه تطلع على مسرح من مسارح الاوبرا؟ من اول المطربات اللي كانوا محجبات في الاوبرا؟ لا. ما لا ده إيه؟ انا متجهه. يعني دخلت الاوبرا ده يعني فتره لسه قريبه، داخلها محجبه وداخلها محجبه الحمد لله. الحمد لله. لكن انا بتكلم اللي هي قبل كده، ده كان بيبقى فيه مواجهات صعبه جدا والله. لا كان بيبقى يعني ليه مطربه محجبه وصوت المراه عوره والكلام ده. فبالتالي هم ما كانوش بيتقبلوا الموضوع ده خالص. لكن دلوقتي الموضوع خلاص يعني دي مثلا يعني صعوبه من صعوبات الانتاج. لا دلوقتي بقت ظاهره والناس حابه ده كمان. طب امال في ايه تاني برضه قابلتي حاجه تانيه؟ الانتاج. يعني انا دلوقتي انتاج ايه مش يعني فكره ان يبقى في عمل فني وينتج لمطربه محجبه. لا دي مش من ضمن المواصفات اصلا المطلوبه خالص للمطربه المحجبه. اه تعتمد على نفسك دلوقتي؟
الحقيقه خاص. الحمد لله. الحمد لا والحمد لله في شركات انتجت لي يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ما هو الفكره ان لازم الموهبه بتفرض سيطرتها. وانت ما شاء الله صوتك جميل. الحمد يعني. لله. الحمد لله الحمد لله. طب هنسمع ايه؟ طالما اشكو غرامي. يا ريت. يلا بينا. طالما اشكو غرامي يا نور الوجود، طالما اشكو غرامي يا نور الوجود، وانادي يا تهاني يا معدن الجود، وانادي يا تهامي يا معدن الجود، يا طراز الكون اني عاشق مستهام، مغرم والمدح فني يا بدر التمام، يا طراز الكون إني عاشق مستهام، مغرم والمدح فني يا بدر التمام، مغرم والمدح فني يا بدر التمام، مغرم والمدح فني يا بدر التمام. الله عليك يا بسمة، أحسنتي. مرسي. قولي لي انت ليكي لون خاص او ليكي مدرسه خاصه ولا ماشيه على نهج او مدرسه منشدينا الكبار؟ الحقيقه انا ليا اللون الخاص واللي انا بعتز بيه وبحبه جدا. انا ما بحبش ليكي شخصيتك يعني نعم. والحمد لله يعني انا دي بشهاده فنانين كبار جدا الحقيقه واللي انا بعتز بيهم واساتذه، ان انت بتعملي حاله خلقتي حاله لنفسك مش تمام. بتقلدي حد مش بتقتبسي. لكن طبعا انا مدرسه الفنانه ياسمين الخيام انا بحبها الله جدا الله جدا الله. جدا فبالتالي يعني حافظه لها حاجات برضه طبعا بس يعني لا انا زي ما الفنانه ياسمين الخيام وجدت لنفسها مساحه وشخصيه طبعا. بس ما برضه بتوجد لنفسها مساحه وشخصيتها فبالتالي انا ليا مدرستي الخاصه. طيب انت برضه مع المنشد او المنشده اللي تغني كل يعني المنشده تغني كل الالوان ولا يبقى ليها لون معين بس في الانشاد؟ المنشده بتغني كل الالوان نعم تمام بس هي تعرف يعني امكانياتها وشكلها وطبقه صوتها وخامه صوتها بيقول ايه وتشتغل عليها. طب يعني انا شايف ما شاء الله صوتك حلو دارسه في علم طبعا المقامات وعلم النغم، طب ليه انت ما بتدرسيش الانشاد او تعليميه في مدارس او والله حاجة؟ انا يعني حاليا في الحاضر انا ما فكرتش لكن ليه لا في المستقبل ان شاء الله ممكن. يعني ممكن يعني ده اكيد جدا ان شاء الله باذن الله. طيب في انشوده اكيد يعني بتبقى قريبه كده لقلبك او محببه لقلبك قاعده في البيت كده تحب كده تدندنيها كده، ايه الاناشيد اللي بتبقى قريبه ليك؟ كم ناشده دي نختم بيها معاكي دي ان شاء الله. طيب قولي لي بس الاول بس خططك ايه المستقبليه طموحاتك يعني في الفتره اللي جايه؟ والله انا خططي ان انا نفسي اتسمع على مستوى العالم كله واحقق انا موجوده في الدنيا دي رساله ان شاء الله وربنا يحقق لي الرساله دي باذن الله باذن الله. ونلاقي اعمال كتيره برضو في الفتره اللي جايه البسمه عندي ان شاء الله اعمال خاصه بيا وان شاء الله انزل بيها نزله قويه او الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. طيب نختم معاكي بقى حلقتنا النهارده كم ناشد المختار ربه. تمام اتفضلي. كم ناشد المختار ربه في هدي انسان احب، كم ناشد المختار ربا في هدي إنسان أحب، لكن وحي الله جاء لكن وحي الله جاء، إنك لا تهدي الأحبة والله يهدي.
لك لا تهدي الأحبة والله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي الأحبة والله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي الأحبة والله يهدي من يشاء. الله عليك، أحسنتي أحسنتي ونورتينا في مدد المرشدة والفنانة بسمة عبد القادر. ربنا يوفقك باذن الله في المسابقه باذن الله، وطموحاتك كلها تحققيها باذن الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا الكرام، بكده خلصت حلقتنا من برنامجكم مدى. تحياتي ليكم، واشوف دايما حضراتكم على الف خير.